السلام عليكم وكل عام وانتم بألف خير وعيدكم مبارك وينعاد عليكم وعلى أحبابكم بالصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إنه عيدكم يكون حلو. احكوا لي أدجم مع تغذيات. للأسف أنا كبرت وصرت أعيد بدل ما أتعيد. وانتم حيجيكم الدور في يوم من الأيام حتصيروا تعيدوا بدل ما تتعيدوا. المهم نرجع لقصتنا وندور على آخر اثنين من تبعون العصابة اللي قتلوا أبوي وأنا صغير. بتذكر ضايل واحدة عجوز وفي زعيم العصابة الشرير هذاك هو اللي قتل أبوي، بدي أنتقم منه وبدون أي تأخير. يلا نبدأ. نشوف المرحلة اللي بعدها. الله يستر. حموت بسرعة أنا عارف. البرج، هيا بينا للبرج. السلام عليكم، مكتب الاستقبال، كيف حالكم؟ روح. والله صدعني في بوكس. البداية ممتازة. اوكي اخر موتة هاي. انا مش مساعد اموت. لا راحوا الفلوس، راحوا. حيعيد من الصفر ولا ايش؟ الله يخزي الشيطان. عشرة عشرة، يعني انتوا كلكم تتأثروا مع بنت واحدة صغيرة ضعيفة مسكينة. ما تعلي كيف يعني يا اخي؟ تعال واحد واحد يا اخي، مشان الله يا اخي. مليون سنة صار عمري. واو ما في خوف. روح حبيبي. والله اختار. كيف يعني بتحاول تفتح الاسانسير بداية؟ مش فاهم. والله فتحته. لا لا لا، هاي اللعبة كلها من اول احسن. كل ما اموت اقل كل ما يكون احسن الي. نبدأ مع الدب. تركض على السلو موشن هاي. يا غبي. رمى علي سكين المجنون. يا دوب. يا عملتوا شاورما. واا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 ا
بعدين مع اللعبة هاي بتصير أصعب وأصعب كل شوي، مش منطق. كانكم اجتماع؟ أنا آسف إني خربت عليكم اجتماعكم. ممتاز. صير شايف ايش ضرب الاسانسير من وزنك يا دب؟
الا تنط عليه. متنا يا حبيبي. كبسوني كبس مش طبيعي، اقسم بالله ما هو طبيعي هالزلمة. يلا الحمد لله ضايل معي موتة واحدة. هيك بكون ودعت الحمد لله. مش طبيعي، فقدت الامل، بدي اسهل اللعبه صراحه. علي النوب قرر يلعب على اسهل اشي. خلص يا عمي سهل، شو بدنا نسوي؟ بدنا نخلصها ان شاء الله. نتفرق بس على السهل. تبعتي هاي على فكره، هاتي اوف. يا حرام. يا حرام والله، كنت ابعد شعره بس والله. يعني دمه بوكس، دمه بوكس والله حرام. هلا بالحلوين. يا غبي. يا ده في عندي أسلحة وأنا مش داري. والله كان اختلف الموضوع كتير معي لو إني كنت عارف إنه عنده أسلحة. برا حبيبي. بوم. اللي بعده. إيه يا أخي الواحد بحس في اللعبة. طلع الغبية. اسكت. ايش الحركة هاي يعني؟ مين فيكم محترم بده يعطيني سيف؟ ضرب صاحبه الغبي، خذ.
الله يسرك المرة هاي توتوني هلا. كنت متوقع شيء زي هيك. مجنونة هاي. اقسم بالله مستفزة هاي. الليلة مش حرحمك لو يصير عمري مليون. لسه ما خلصت. اوف مستفزة. جد مستفزة. اخيرا. انصر المباغتة. واه كسر سيفي الدب. ايش هذا بيعمل؟ وين بيركض هذا؟ موتته في ضربة. ايش المكان الاحلام العصر هذا؟ ما لحقتش تخلص جملتها مسكينة. طب كان المفروض قلت لي الطريق من وين قبل ما تموتي؟ إنه البوس. أوديونز ليجاسي. هاي ميد وحدة. Now, accept your sentence. وصارت عجوز هذه. وين سكينتي؟ طويل العجز هذي. You must heal. أوف. ايه هاي سبايدر مان. انا ما حمسكك مسك عادية، انا بدي اقتلك في السيف اليوم. اصبري علي. باي باي. مفروض هيك ضايل واحد بخلص الكل. انظر إلي يا أبي، سوف أنتقم لأجلك. شكله بيحكوا في الأنمي. هي هذا البوس الأخير قاعد في بيتنا. يعني قتلني وقتل أبوي وأخذ بيتي إله. يا حبيبي، يعني هذا يا ويل ويل على الآخر مني كمان. مرحبا أيها المعلم القدير. شوف أنا لسه بدي أسلم عليك، فضيلك أنا. وبعدين بدك تاخذني جولة ببيتي يعني على أساس بعرفوش؟ حبيبي أنتوا اللي ضيوف مش أنا. مين فيكم شرير أنتوا؟ I'm afraid the restaurant's closed. ما بيهمني حبيبي، مطعم مسكر ولا مش مسكر، ما بيهمني. هذا بيتي. عامل المطبخ مطعم.
لا بس صراحة رتبوا لنا البيت يعني عملوا مطعم وإشي حلو صراحة يعني. هذول برضو أشرار. Come forward, please. Please. My guest. باي. لا ما كانش يطلع برا. أوف آسف. يعني فكر حالك إيش عشان قدام الأولاد. شفتوا معلمتكم؟ هذا مسكين مات بالغلط. مفيد الباب هذا جدا عشان الخصوصية وهيك في المساج يعني. يا إلهي تكعبلت ومتت. واو خلص المرحلة. البوس الأخير. أنت اللي قتلت بابا. أنت اللي أمرت إنهم يقتلوني. أنت اللي هتموت. Time has passed since the days I trained you. During my darkest days, your father revealed his true self. He never cared about us. He cast me out. He abandoned us. طب العصفور شو خصه؟ Tell me. يعني أنت بتربيه عشان أنا أجي تقتله؟ Wouldn't you challenge death itself? Wow. Don't insult me with that move. Oof. You're still that same child I knew. Helpless. Like the night I killed your father. You're here, in front of me, only because of this pendant. But what if I take it from you? Will you fear death once again? You sound like the frightened one to me. ليش اهدى 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 اهدى. ليش تعلقت عليها هاي؟ يا حبيبي الساعة بتقتل معاه وصلت في شيء بالاخر مات في بوكس. وهيك بكون خلصت اللعبة. صراحة كنت ناوي اخلصها على اصعب شيء عشان اتحدى حالي. لقيت الموضوع شوي صعب قلت بخفف. لقيت الموضوع لسه صعب خففت. والله اضطريت بالاخر اسهلها. كثير اللعبة صعبة مش منطق. يعني لما اخسر بعيد كل شيء من اول، واذا خلصت المرحلة بخلصها في عدد الموتات اللي ضايل لي. يعني لو ضايل لي موتة واحدة ودخلت المرحلة الجديدة خلاص بموت وبعيد كل شيء من اول، مش منطق. بس بالاخر طلعت معلم كاراتيه وكونغ فو واثبتت قوتي. وانتم شو رايكم؟ عجبتكم اللعبه؟ اكتبوا لي في التعليقات شو رايكم واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.